القراءة حرف الصاد، الأسبوع العاشر من الوحدة الثانية وهو الأسبوع الرابع من هذه الوحدة، مجال المدرسة، المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الأول. إذا نبدأ على بركة الله. حرف الصاد، حرف الصاد، هذا حرف الصاد. إذا السؤال الأول، ألون المربع إذا سمعت صوت حرف الصاد. ألون المربع إذا سمعت حرف الصاد، صوت الصاد. صر، صور، أسمع حرف الصاد، نعم. إذا سألون هذا المربع. ساعة، هل أسمع حرف الصاد؟ لا. بصل، نعم أسمع صوت حرف الصاد. إذا ساعة أسمع حرف السين وليس حرف الصاد. إذا السؤال الثاني، أحدد المقطع الذي فيه صوت حرف الصاد. صندوق، صندوق، صندوق. إذا المقطع الأول، صندوق، المقطع الأول. صوف، صوف، أيضا المقطع الأول. صو، الصورة الثالثة، أصيص، أصيص. إذا نسمع مقطع حرف الصاد في المقطع الثاني، صي، والمقطع الأخير صن، أصيص. إذا صن دوق، إذا صو المقطع الأول، صوف المقطع الأول أيضا، أصيص المقطع الثاني والمقطع الثالث. أشطب الدخيل، إذا لدينا هنا أشكال حرف الصاد وبعض الحروف الأخرى. إذا صاد، طاء، إذا حرف الطاء هنا دخيل، حرف دخيل. حرف الضاد أيضا حرف دخيل، حرف الضاء حرف دخيل، وحرف الحاء حرف دخيل. هنا حرف الصاد في آخر الكلمة، وهنا حرف الصاد أيضا في آخر الكلمة يمسك حرفا قبله، وهنا حرف الصاد في وسط الكلمة. نلون إطار النظارة التي تشبه حرف الصاد، نمرر على النقط ثم نلون. لنكمل التلفظ هنا، نتعرف على حرف الصاد مع الحركات القصيرة، فتحة، ضمة، كسرة. صو، صي، صا، صو، صي، صا. إذا الصورة الأولى، صقور، صقور، صقور. الصورة الثانية، صباغة، صباغة، صباغة. الصورة الثالثة والأخيرة، قصب، قصب. إذا صقور، صباغة، قصب. إذا حرف الصاد مع الحركة القصيرة، الفتحة، ضمة، الكسرة. دائما الفتحة أفتح فمي قليلا، الضمة فمي على شكل دائرة، والكسرة أبتسم ابتسامة صغيرة. ص، صو، صي، ص، صو، صي. أقرأ، صدر، صمود، صفر، فصل. صدر، صمود، صفر، فصل. في فصل صامد، رفوف. في فصل يعني قسم، هنا فصل تعني قسم. في فصل صامد، رفوف. إذا أتلفظ هنا، سنتلفظ حرف الصاد مع الحركات الطويلة. صا، صو، صي، صا، صو،
صي صابون صابون. كلمة ثانية صوص صوص. صي عصير. إذن صابون صوص عصير. إذن حرف الصاد مع مد بالألف الواو والياء. صا صو صي صي صا صو صي صي. أقرأ صامد صوف بصير مصير. إذن صامد صوف بصير مصير. في صفر صفصاف في صفر صفصاف. ننتقل للصفحة الموالية. دائما أتلفظ. إذن هنا سنتعرف حرف الصاد مع التناوين صن 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 صن. إذن الصورة لصوص. إذن صوصا صوص صوص صوصا صوص صوص. فتحتين ضمتين كسرتين. تنوين الفتحتين تنوين ضمتين وتنوين الكسرتين صن صن صن. إذن أقرأ أقرأ حرف الصاد مع الحركات القصيرة الطويلة والتناوين. ص صو صي ص صو صي صي. صن صن صن. ص صو صي ص صو صي صي. صن صن صن. صوف بصير رصاصا. هذا صوص صابر. عيد. صوف بصير رصاصا. هذا صوص صابر. أجزئ بمعنى أجزئ الكلمات إلى مقاطع. بصال تنبا مقطع ص مقطع لن مقطع. إذا نجزئ كلمة صوص صو مقطع صن مقطع. أخط ثم أنقل. إذا ص صو صو ص صي صي. ص صو صو ص صي صي صي. صو صو صا صي. إذا صي صو صو صا صي صا. نشاط حر أصطب المقطع الخطأ وأكتب. إذا صو صن أو سو صن. إذا المقطع الخطأ هو سو صو صن صو صن صو فن أو سو فن. إذا صو فن. صوص صوف. مقطع الخطأ هو سو بحرف السين. إلى هنا نكون قد وصلنا
إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.